وإيمانويل. ونقترب من 100 متر الأخيرة مشاهدينا الأعزاء، والمنافسة القوية، المنافسة المثيرة، إيمانويل وجمال ومطاردة قوية. نعم جمال سداد، يشوف كيف يعني، يا سلام عليك، يا سلام على الدخول، يعني خاصة جمال يعني جمال. عمل مفاجأة بالنسبة فيما يتعلق، ولذلك الآن بالفعل يا سلام، يا سلام على الأداء، يا سلام على جمال إيمانويل. جمال إنه جمال جمال يفعل كده، جمال يفوز ويتألق على لاعب يعني لديه زمن رائع جدا، رائع جدا اداء اللاعب جمال، يظل التفوق والتالق الجزائري في هذا السباق 800 متر، ويعني يستكمل الاداء المميز للاعبين الجزائريين الذين شاركوا في التركز الرياضي في هذا السباق. شوف مثل ما قلت لك دقيقه 41 56 اذا كانت المشي، ورقم وطني جديد للجزائر فيما يتعلق يعني هذا. ما السلام عليك، يعني شوف ذكرنا بمولى يوم فاز في احد الجولات الدوري الماسي، والان شوف فرحه عليه ويعني مبسوط، وهنيئا للجزائر وعدائين الجزائر، وان شاء الله الجزائر راح ان شاء الله يعني تعيد امجادها مثل على مستوى الاولمبيات مثل ما كانت عليه ايام مرسلي وتوفيق مخلوفي وحسيبه مرقع على مستوى السيدات ومراح نوري. يعني الان شوف سجادي، انا عجبني في اخر 100 متر جاء من الخل، جاء من الخارج، ولذلك هذا الشيء الصحيح اللي اللاعب يتفادى الوقوع ويتفادى ايضا المزاحمه ويتفادى الاخطاء في ذلك، ولذلك حتى يعني شوف دخوله بالصدر هذا يعطيه يعني اهميه كبيره، ويعطيه ايضا استفاده من خبراته في المسابقات، وايضا بطل على مستوى عالمي، بطل على مستوى اولمبي، ولذلك الان نشوف سجادي صراحه بهذا المستوى. جمال سجادي هنيئا لهذا الزمن، دقيقه 41 56 يعني سجل احسن زمن هذا الموسم، احسن زمن هذا الموسم، الموسم الزمن اللي كان مسجل باسم إيمانويل وايني دقيقة 41.70، صحيح جمال سجلت دقيقة فاصل 41.56، ولذلك زمن الموسم حتى زمن على اعتبار أنه حصل حتى ما إيمانويل وايني سجل أحسن زمن من زمن اللي سجلها في تصفيات كينيا، تمام. ولذلك تمام. يعني أصبح سباق سريع مثل ما قلت لك، لما يكون الزمن تحت 59 ثانية راح يكون سباق قوي، رقم جديد واداء رائع وسباق رائع جدا، وسباق كان ساخن جدا وحامل وطيس، ودخول ثلاثه لاعبين جمال سجاتي وإيمانويل من كينيا.